Test. 1, 2. نبداو لاكيستيون ديال؟ واجد. ماشي المقصود شي يدوز فهمتي. السينما بالنسبة ليا ممكن تكون في كلمة ماشي في جملة هي حلم. في السينما الوثائقية هي واحد الوسيلة للتعبير. مبدعون لا يعرفون كلمة مستحيل، سلاحهم إرادة تستطيع أن تحول أبسط الأفكار لإبداعات تشهد لها المهرجانات الوطنية والدولية. كلمة أكشن أو أكسيون تعني بدء مغامرة جديدة بالنسبة لشباب هواة قاسمهم المشترك حبهم للفن السابع بكل تفاصيله. مريم جبور جون رياليزاتريس. كيفاش فكرت انني ندير الاخراج؟ انا قبل قريت التمثيل، دونك كانوا عندنا حصص ديال لامبروفيزاسيون، فاش كانوا عندنا الحصص كنت كنشوف راسي انني كنقدر ندير ديسين، والحمد لله كنت متميزه في المعهد، وبعض المرات الاصدقاء كينوضوا يديروا الديسين ديالهم وكنبقى نشوف، كنقول كون زاد هذه هنا، كون نقص هذه هنا، كون تحرك بحال هكا، كون دار هذه الكريماس، دونك فكرت انني نبدا في كتابه السيناريو. من بعد ما ساليت المعهد ديال التمثيل شفت المعهد ديال السينما. فاش دخلت المعهد ديال السينما فكرت في المونتاج، عجبني المونتاج اكثر. فاش لي بروف ديال المونتاج كيجيبوا لينا الدروش موجودين وحنا كنبداو نديروا المونتاج، كنقول مع راسي الا كانت هاد لاسين زايده غادي تكون مزيانه، دونك هنا قررت انني ننزل للتيران. باش ننزل للتيران خاصني ندير لا رياليزاسيون باش انا نجيري داكشي، نجيري لو بلاطو وندير داكشي اللي بغيت، يعني الافكار ديالي نحطهم سيغ تيران. دونك فوالا هكا فاش جاتني الفكره باش ندير لا رياليزاسيون. اكسيون. امي ها كتاكلي. امي عافاك، راه دغيم غير دغيم، عافاك امي. هشام ميتو قرب طالب سابق في سلك للدراسات السينمائية بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان، حاصل على شهادة الماستر في السينما الوثائقية، وسبق لي خدمت في مجموعة من الأعمال كمساعد في التصوير، ومن بعد خدمت كمصور في مجموعة من الأعمال اللي هي أغلبيتها كانت أعمال ديال الهواة. وفي إطار الدراسات ديالي كنت درت مجموعة من المشاريع اللي دا منها فيلم فيروز في نهارها أو فيروز داي أوف غلوري اللي شاركنا به في مجموعة من المهرجانات الوطنية والدولية وحصلنا به على مجموعة من الجوائز ضمنها جائزة الجمهور بمهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط في مارسي، وكذلك حصلنا على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان المدارس بتطوان. دونك بالنسبة لي السينما أو السينما الوثائقية بشكل خاص، حيث ما أنني مختص في السينما الوثائقية، هي واحد الوسيلة للتعبير، وسيلة اللي كتقدر تخليك تعبر على الرؤية ديالك للعالم. ميمكنش نهضرو على مخرج بلا ما نهضرو على رؤية. حلم هؤلاء الشباب قد يصادف أحيانا عراقيل وصعوبات قد تدفع البعض للاستسلام، وقد تدفع آخرين للسير قدما لعل الحلم يصبح حقيقة. وتختلف العراقيل بين هاو وآخر، فمنها المادية وتتعلق أساسا بالإنتاج، ومنها أشياء أخرى يستطيعون وحدهم التعبير عنها. لنتعرف على التحديات التي تواجههم خلال محاولة إخراج فيلم في المغرب. بالنسبة لي أنا في المغرب يقدر يكون المركز السينمائي اللي هو واحد المركز اللي مدير باش يكون واحد المؤسسة اللي كدعم السينما وكتزيد بالسينما القدام. أنا بالنسبة لي كمخرج هاوي السائم هو العائق الأول، حيت السائم كيتطلب واحد لاباباس اللي طويلة، خصك لي كارت بروفيسيونيل، خصك كذا وكذا، مع العلم انه اليوم الوسائل ديال الانتاج السينمائي ولات ديموكراتيز، يعني اي واحد ممكن ينتج فيلم بالوسائل اللي هي دو باز، يعني مثلا اي واحد يمكن غير بالتليفون ممكن يدير فيلم. كنعرف انه كاينين مهرجانات في العالم اللي هي مثلا كتكون مسابقه ديال الافلام اللي تصايبوا بالايفون مثلا. دونك بالنسبه ليا ارى المشكل كاين بالنسبه ليا في المغرب المؤسسه الاولى اللي هي سي سي ام، وخا هادشي اللي كنقول فيه
يقدر ما يعجبش بزاف ديال الناس، راه يمكن هي ديك التعقيدات اللي فيها هي اللي كتخلي ان السينما ديال الهوات بالخصوص ما كتعطيش بزاف. انا عندي حلم، عندي حلم ان لو تياتر يبدا يتقرا في الفن، يبدا يتقرا في ليزيكول بحال هكا حنايا في نول بار، وكتشوف داك الوليد ولا ديك البنيته ربما يكون حلم يكونوا ممثلين، علاش لا؟ ممثل خايبه ماشي مهنه، بالعكس ممثله مهنه، مهنه زوينه. فاش كتكون كتكتب الفيلم كتبدا تفكر في البرودكسيون اوتوماتيك، سورتو يلاه بادي يلاه مخرج من ليكول، مازال ما عندكش لا كارت دو رياليزاسيون، دونك صعب باش تتعامل مع الشركات انتاج. فاول حاجه كتلقاها هي كتفكر فيها هي لا برودكسيون، ماتيريال، ممثلين، لوكال، اي حاجه عندها علاقه بالتورناج كتبدا تفكر فيها. ولا شك ان سينما الهوات في بلادنا تعاني اجحافا وربما تحقيرا وانكارا قد يهدد مستقبلها ويؤثر على قدرتها في الاستمرار والعطاء. فهل أفلام الهواة بالفعل تحتاج إلى ميزانيات ضخمة حتى تظهر فوق السطح كما يظهر الأغلبية؟ هي أمير وزينب دابا غيكون هربوا مع بعضياتهم، والله ينتقم منهم. إيوا يلا كولوا، ولا بغيتو نمشي نسخن لكم الفطائر راه واجدين. لا ما تعذبي راسك، بركة غير هادشي اللي حطيتي لينا. أشنو برا تزيدي يا لالا زهرة؟ الله يعطيك الصحة. فيلم هاوي كيف ما كيقولوا، هي بعض المرات كيكونوا مهرجانات، كيكونوا المشاركين هوات والمحترفين، وكتلقى ان الهوات واخدين الجوائز على المحترفين. ممكن يكون السيناريو مزيان، كتكون شي عنده شي لمسه في الاخراج مغايره على هذاك المحترف، دونك يقدر يكون الهوات بعض المرات احسن من المحترفين. السينما ما كتطلبش باش تكريي، الا كنتي كدير واحد النشاط اللي هو ثقافي فكري، إلا بغيتي تكري وتوصل وتعبر على لا فيزيون ديالك راه بصح السينما ما كتكلفش، ولكن إلا بغينا ندوزو للاحتراف راه صوت المعدة اقوى من صوت الضمير، دونك الواحد راه خصو تكري واحد المنظومة اقتصادية اللي تقدر توكل الناس، حيت ما يمكنش الناس يحترفوا واحد الحاجة اللي ما كتعطيش طرف الخبز. ولكن إلا كنا كنهضروا على هوات، اللي قال هوات كيقول هواية، راه ممكن دير بزاف د الحوايج بواحد المينيموم ديال الامكانيات. ويبقى السؤال المطروح، هل التوفر على بطاقة المخرج تعني بطاقة الاحتراف؟ وهل يمكن التمييز بين فيلمين بدون جينيريك ومعرفة من هو الفيلم الاحترافي والفيلم الهاوي؟ احنا عندنا في المغرب اونتر بارونتيز المخرج المحترف هو اللي عنده بطاقه الاخراج، ولكن الا شفتي جوج الافلام بعض المرات كيكون هاوي ولكن مصور ماتيريال زوين، عنده ممثلين زوينين ماشي ضروري يكونوا معروفين، وكيكون لو فيلم ديالو احسن من هذاك اللي عنده بطاقه الاخراج، لانه بعض المرات مخرج عنده بطاقه الاخراج ولكن ما عندوش انتاج، دونك يقدر غير يديباني. فلهذا الا حيدنا الجينيريك بعض المرات ما كنقدروش نفرقوا. Oui, tire 2, 3ème caméra A. La marque. Action. Malka Samira. شو عندك؟ كتبان ليا مقلقة سميرة، عاودي لي شنو كاين؟ سالا الضو، علاش فيها سميرة؟ هاد الجواب على هاد السؤال الجواب نسبي، حيت طبيعة الحال يعني من الجانب التقني الا كنتي متخصص في الصوره يقدر يبان لك الفرق ما بين الفيلم اللي مصور ب5 دي والفيلم اللي مصور بالاري ولا بالريد، غتميز بيان سور. الا كان احترافي هو واش كاين واحد البروسيدور ديال البرودكسيون اللي فيها دي او بي، عنده كارت بروفيسيونيل، عنده امكانيات، كاين بودجي، كاين ماتيريال،
غيبان الفرق، بيان سور غيبان الفرق، ولكن الا كنا كنهضروا على السينما، السينما المؤلف، راه تقدر تلقى تمشي للمهرجان ديال السينما المؤلف وتشوف فيلم اللي تقدر تنسبه لواحد اللي هو محترف وواحد اللي هو هاوي، ما بالكش الفرق، حيت في السينما المؤلف ما كاينش هاد الجانب المادي اللي ممكن يبين الفرق. ختاما علينا جميعا أن نشجع كل مبادرة أو مشروع يشجع هذه النوعية من الأفلام حتى لا تصاب عجلة السينما الوطنية بالصدى ويتوقف إنتاجها. فما يجب أن يعرفه الجميع أن سينما الهواة هي أرضية صلبة وثروة خام لسينما محترفة، وهذا ما يجب أن يعيه المسؤولون على هذا القطاع في بلادنا. Dancing's what makes me whole. Dancing's what makes me whole.